طيب احنا معانا على الهاتف مايكل عصام، برضو احد المشاركين في هذه المسابقة وفاز بالمركز الرابع. صباح الخير يا استاذ مايكل، صباح الخير استاذ كريم، اهلا اخبارك؟ بيك ويعني منورنا. قول لنا كده، يعني اكيد انت شايف وبنتابع أميرة، قول لنا انت شايف الموضوع ازاي؟ بالنسبة لك أهمية هذا الموضوع، تجسيد الأبطال على شكل عرايس من قصص الأطفال، انت الموضوع بدأ معاك ازاي وشايف أهميته ايه؟ هو انا يعني انا البطل اللي انا جسدته كان رفعت اسماعيل. يعني هو انا من الجيل اللي انا ما قريتش رفعت اسماعيل وانا صغير، يعني لحقته على كبير. كان بالنسبه لي بطل عادي، يعني انا اول مره اشوف بطل عادي يعني. بس انا بالنسبه لي الموضوع بتاع المسابقه موضوع مهم جدا، عشان الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده محتاج يعني يبقى كل واحد ليه بطله، يعني كل واحد ليه القدوه بتاعته، فدي حاجه حلوه يعني. بس فانا جسدت بقى رفعت اسماعيل وشخصيات ما وراء الطبيعه اللي هي الاساطير وكده. بعد ما قريت مثلا 5 اساطير جسدتهم مع البطل، عجبني فيه ان هو عادي، كمان ما فيهوش مميزات قوي، فيه سلبيات اكتر من هو مميزات، بس بطل شبهنا زينا يعني. بس فده اللي شدني ليه. طب ليه قررت ان انت تعمله يعني انك تجسده لعروسه؟ يعني الفكره دي نفسها، يعني انا مثلا لو هقرا كتاب، او يعني ده اللي كان بيحصل معايا، ان انا هقرا كتاب وهاعجب بالشخصيه مثلا، ممكن ان انا ابتدي اعمل عليها بحث اكتر، اشوف لو في قصص تانية بتذكر هذا البطل. لكن فكره ان انا اجسد الشخصيه دي بالنسبه لي جديده. هو معلش، انا ما جسدتهاش عروس، انا جسدتها رسومات او يعني. رسمه. انا يعني جسدتها رسومات يعني. قول لي الفكره دي نفسها، تجسيد الشخصيه، ان انا مش مجرد ان انا ببحث عنها وخلاص، لا انا باخد الشخصيه وبجسدها، ان كانت في عروسه او في رسم، لكن بحط فيها انا يعني باخدها كده وبحط فيها، طبعا باخدها زي ما هي كانت موجوده، لكن برضو انا بحط فيها فكري انا وابداعي انا. يعني هو اي رسمه او اي كتاب بنقراه مثلا، هو كان كتب، كان حتى الرسومات فيها ما كانتش يعني ما كانش فيه رسومات قوي، فكان كله كلام كلام. فانا كان نفسي اشوف رفعت اسماعيل يعني، وكنت بتخيل الشخصيات دي. انا قريتها من قريب، قريتها من سنه، ما لحق يعني، ما كنتش من حظي ان انا اقراها من وانا صغير. بس لا، كنت عايز اشوف رفعت اسماعيل ده فيلم او قصه، وهو اتعمل قصه مسلسل يعني بعد، يعني بعد ما عملت الرسومات. فدي كانت حاجه بالنسبه لي مبهره جدا، ان انا بشوف اللي انا بقراه بيتجسد على الشاشة يعني. بس أنا كنت يعني ساعتها كنت عايز أجسده على الورق، كنت عايز أشوف ده فيجوال، كنت عايز أشوفه يعني مرئي قدامي كرسمة، أو كان في دماغي جسدته بطريقة معينة فعايز أطلعه على الورقة. مايكل عصام أنا بشكرك شكرا جزيلا. مايكل طبعا هو أحد برضو المشاركين في هذه المسابقة وصاحب المركز الرابع، بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير عليك.